شاهد أهداف ملخص مباراة المغرب والبرازيل اليوم وتقييم لاعب المنتخب المغربي. أسود الأطلس تلتهم راقص السامبا. وفي التفاصيل، حقق المنتخب المغربي فوزا هاما على حساب المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في ودية على ملعب طنجة الجولي. وافتتح الجولي المغربي سفيان بوفال التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 17 بعد التعاون بينه وبين اللاعب بلال الخنوس، وهو الذي انتهت عليه أحداث الشوط الأول قبل أن يعادل كازيميرو لاعب مانشستر يونايتد النتيجة للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 67 من تصويبة ضعيفة. فشل ياسين بونو في التعامل معها لتدخل شباك أسود الأطلس، ما أثار غضب الجماهير المغربية، فيما نجح عبد الحميد الصبير في تسجيل هدف الفوز للمنتخب المغربي عند حلول الدقيقة 79 ليختف لاعب الركراكي فوزا تاريخيا، فيما يلي تقييم أداء لاعب المنتخب المغربي. وتحصل سفيان بوفال وزياش على أعلى تقييم في المباراة، فيما تحصل نايف أغرد على أضعف تقييم.